واحد ناجي جدا رغم اعتزاله كرة القدم، إلا إن اسمه محدش يقدر ينساه، البديل الأسطوري اللي أول ما تشوفه نازل المباراة تعرف إنك مستني جول حاسم. كان من ضيوفنا على التلفزيون اليوم السابع وسألناه أسئلة سريعة، إيه سر اسم جدا؟ ردي إن أنا كنت مرتبط ببيت جدا دايما على طول، كان على أول الشارع عندنا، واصحابي رايح فين؟ رايح عند جده، راجع فين؟ راجع من جده، فاي طلع بقى كده محمد جده على طول. اهلي بيقولوا له محمد، ناس قريبين منه بيقولوا له محمد، لكن الناس اللي هي في الكوره وبقى وفي الشارع انا بيقولوا جده يعني. كنت بتحس بايه وانت بديل في وقت صعب من المباراه؟ طبعا مسؤوليه، طبعا انت لما كمان لما تبقى لعيب بديل غير لما بتبقى لعيب بادئ من اول الماتش، وانت لعيب بديل لازم مطالب منك انك تنزل تغير نتيجه المباراه، وان انت تنزل وكل ماتش وماتشات صعبه وربنا يوفقك، فكان ده توفيق من ربنا طبعا ومساعد زملائي طبعا يعني في الملعب. بتضايق من لقب اللاعب البديل؟ لا خالص والله، هو كانش الموضوع في دماغي خالص، اهم حاجه ان انا اقدر افيد الفريق بس باي شكل ممكن، ابدا وما فيدش الفريق مثلا فاهمه، فبالنسبه لي ده مش هيبقى الهدف بتاعي يعني، الهدف بتاعي ان احنا نكسب والفريق يبقى ماشي بشكل كويس، والحمد لله يعني ما كانش الموضوع فارق معايا ان انا ابقى بديل او ان انا اساسي في المباراه، لكن هي البطوله كان وقتها كمان كان في مهاجمين كويسين كانوا بيلعبوا، فبالنسبه لي ما كانش الهدف بتاعي ان انا العب اساسي، على قد ما كان الهدف بتاعي ان احنا ازاي نكسب يعني، وازاي ان انا اقدم اضافه للفريق يعني. شايف ان جدو اعتزل في الوقت المناسب؟ انا شايف ان انا اعتزلت في الوقت المناسب، والحمد لله مبسوط بان انا قدمته في خلال مسيرتي يعني، سواء مع المنتخب او مع الانديه اللي لعبت فيها، فانا مبسوط جدا وان انا الحمد لله انا قدرت ان انا ادي رساله وان انا اسيب بصمه كويسه الناس تستكني بيها يعني بعد كده. جدو اتظلم في الملعب في الفتره اللي لعب فيها؟ لا خالص، لا الموضوع السبوت ده ما بيفرقش معايا خالص يعني، لكن زي ما قلت الحمد لله ان انا مبسوط بالفتره اللي انا اديتها خلال وجودي في الملاعب يعني، اتمنى التوفيق في الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. ايه اللي كان ناقص جدو عشان يبقى محمد صلاح؟ انا برضو كان جات لي تجربه بسيطه في الدوري الانجليزي في هول سيتي، لكن ما كانتش بالشكل ده، لكن نجع محمد صلاح انه خرج بدري من مصر، ما كانش عليه برضو السبوت الاعلامي اللي هو زي ما كان موجود وقتها، ان صلاح بدا في بازل وبعدين مشي راح الدوري الانجليزي وبعدين دوري ايطالي وبعدين رجع دوري انجليزي تاني، فانا شايف ان هو مشي خطواته كانت كويسة وهو اشتغل على نفسه، ومن أول يوم كان عنده إصرار أنه يوصل للمرحلة اللي هو فيها حاليا دلوقتي، فيمكن هو ده اللي فرق معاه أنه هو خرج برضه وهو في سن صغير، لكن أنا لما خرجت الاحتراف خرجت في سن كبيرة شوية 27 سنة أو 28 سنة، فده سن بالنسبة للاحتراف بره ده كبير جدا يعني. ولو رجع بيك الزمن إيه القرار اللي هتعدله في مشوارك؟ قررت أنا أعدله؟ لا الحمد لله يعني، يمكن كل قراراتي كانت في محلها، في قرارات أنا كنت اتمنى ان ابقى موجود في النادي الاهلي وان انا ابقى طول الوقت في النادي الاهلي، لكن القرار في الاخر ما كانش في ايدي انا فاهمه، فالموضوع بالنسبه لي لا مش ندمان على اي قرار يعني او حاجه عايز اغيرها لما ارجع يعني.